شنو نقول لكم؟ شكرا لكم بزاف. انا ما غاديش نقول شي حاجه اللي غنوسخ من الصوره ديالي، لانني انا ما كنخسرش الهضره، والناس اللي ما كي... الناس اللي كيعيروني وكيسبوني ماشي مشكل. ندوز من هاد النقطه هادي. دابا انت ما كتحملنيش، اشنو هي الحاجه اللي خلاتك ما تحملنيش؟ واش انا مثلي جنسيا؟ واش انا هو دوك اللي كيدور داكشي اللي على بالي وبالكم؟ بلاتي حاولي طلعي معايا، غتسالي كونيك الصورة شارجي قبيل وغتسالي الحوايج سادين. المهم ماشي مشكل، غادي نحاول الوفي ديال الدار يعني. مرحبا بيك، مرحبا بيك. انا دا حسي شكرا. صراحة انا بحسي. نقول لك واحد القضية، انا كان كيسمع ليا في الكون، ما توقعتش انك انت اللي غتكوني طالعة فراسك هاد القضية دي. ماشي مشكل، المهم انا حاسي غادي ندوز لواحد النقطة. الناس كيتسحبوا واش انا كنت كنهضر معاك مش حلالي. المهم نادي حاسي راه ما عمر لي هضرت معاها. قول غير نادى، علاش ما غير يلاه هضري. وقول غير نادى، بلاديك نادى حسي. انا ولفتك بنادي حاسي، ولكن ماشي مشكل غادي. المهم الناس وضح لك الحوشة وغالطين والله. انا غادي نوضح لك المسألة. ندى يعني راه ما كانتش، ما عمر كانت شي علاقه بيني وبينها. باش نوضح لكم هذه المساله هذه، انا كنت معجب، معجب بها من شحال هذه، وهذا الشيء ما كانش بانني راه كنت كنعرفها ولا كنت، لا انا كنت كنعرفها يعني في السوشيال ميديا، انا كنت كنشوفها في السوشيال ميديا وكنت معجب بها وكنت مخبي الاعجاب ديالي من جهتها. هذا الشيء اللي بغيت انا تحس باقي شي حاجه منطقيه. رشيد لنجي، واخا عليك، واخا عليك رشيد، واخا. نوضح لك النقطه، انا تحس هذاك خويا اللي خرج في شوف تي في، انا صراحه ما كنتش باغي نرد عليه، انت اللي شتيك رديتي عليه وانت انا غادي نرد عليك. واحد خونا مشى قال نزار انا كنتحداك زيد نضربوا على ندى حاسي وغادي ياخذها واحد فينا. واش ندى حاسي لعبه غادي نضربوا عليها؟ الله ينهى الشيطان. ندى حاسي عندها المسائل ديالها، عندها الحياه الشخصيه ديالها، عندها الام ديالها، عندها بزاف ديال الامور. والرساله اللي غيتها حتى هي حقاش كنختصر، غيتي اللي جالسه كتسد فيك وما كتخليها ما تقول فيك. انا ندى حاسي كنعتبرك يعني بمثابه المراه الحديديه، انت الوحيده يعني مرضيه الوالدين، وهذا الشيء بحد ذاته راه انجاز لي عظيم. انا غنقول لك علاش انا دا حاسي، انت اصلا ضاليه في الوالده ديالك، هزه بنتك، ما مسوقاش للمجتمع، وهذا الشيء اللي كيعجبني فيك انا دا حاسي. هذا الشيء ماشي على حقاش كنافقك ولا شي حاجه، هذا الشيء راه كنقوله من مورا دارك. واش فهمتيني انا دابا؟ دابا انا دا شنو السلبيات اللي سببت لي؟ انا بغيتك تقولها قدام هاد الناس كاملين، السلبيات اللي جاوك بسببي انا. يلا سربي 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 انا. غاب شوية مالنا، يلا بشوي عليك ماشي مشكل. ويلي استغفر الله، انا خاطر الزين ديالك تسرتي عليا كل شيء. انا حنا غنوضحوا هاد النقطة هادي مزيان. راه انت كديرها للراس، هذاك خونا صافي بغيتك غدك فشي ترفع بيه ديك الراس. علاش؟ لان اول حاجة كيتهمك بشي حاجة ما درتيهاش، كيقول لك ندى حاسي انا كنت معاك في علاقة، وانت عارفة مزيان انك ما كتعرفيش داك خونا، وكوسخ الصورة ديالك. اذا راه قانونية غادي تربحي. واش فراسك تلقى ديال ما فراسكش؟ واش فراسك؟ واد خويا هذا بغيت نوصل له هذا الميساج، يعني انا راه ديجا طحت في هذا المشكل، طحت مع اسماء بيوتي، طحت مع واحد السيد الثاني مع التزام، لاني ما غندويش عليها، انا راه كنقول لك قدام الجماعه ديالي راه ما عنديش مشكل. سمعني نهضر معاك. اذا يعني وليت كنتجنب بزاف ديال الامور، انت سميتي نادى حاسي واتهمتيها بعده اتهامات وقلتي لها سير تفكر هذاك خونا. اذا في هذه الحاله هذه راك وسختي الصوره ديالها وسختي السمعه ديالها، ونادى حاسي يعني الا ما تابعتكش راك مرضي الوالدين. انا غنقولها لك، هذه السيده هذه الا ما تابعتكش راه قلبها كبير، ماشي مشكل. لا غنتابع، ها غنتابعو، انا غنتابعو، راه انا غنتابعو. انا دا حسي راه سماني ماشي قال لي ني صار، غنتابعو انا وياك، غنتلاقاو انا وياك في المحكمه صافي. غنتلاقاو انا وياك في المحكمه وغادي نديرو ديك لاراسيون انا وياك. ولا جاو الا جاو والدي بداو كيبكي ولا شي حاجه، انا غنقنعك باش تسمحي لي يكون غير فريق. لا لا ما دخلش، بس انا بحسي الحلم ديالك يتحقق فراسك القضية ما فراسكش. الحلم ديالك يتحقق، كنحس براسي يعني بدرجة بدرجة غادي، وكنت مسكن كنت مسكن حتى نشدك. طيب انا مسخوط مسكن. دابا بيني وبينك انا دحاسي اشنو هي الحاجة اللي واخدة عليا؟ بيني وبينك هو السلف واحد كيشوف فيها، هو خاص السلف واحد ماشي مشكل. انا راه ما عنديش انا مشكل، انا راه فرحان، انا ما كرهتش العرس ديالي انا وياك، عارض انا على كل شيء، عارض على الكبير والصغير. ندى حسي هي ونزار السبيزي.
دابا انا دحيت دابا خليني نهضر معاك وانا هذا نهضر الزين ديالي خليني نهضر معاك. اشني الحاجه اللي خايفه منها؟ شنو الحاجه اللي مخليك انك ما تتزوجيش بيها؟ غير عطيني السبب قدام هاد الناس كاملين، وانا كنوعدك بانني غنرجع للور، غير قولي لي. انا بغيتش نتزوجها ولكن قبلت واش انا ما راضياش بيها؟ علاش؟ لانني بحكم اني كنبالي بحال شي حماق ولا كنبالي بحال شي لا شو ما تقولها لك انا بحصي الا كنت كنبالي كشي حماق فراه هادشي راه غير هبل تربح. انا كنقولها لك انا راه ماشي حماق. واش كاين شي واحد حماق كيهضر بهذه الطريقه هذه كيعرف يحل؟ راه داك اللي سميتو احسن منه ديال منو اللي راه قالها لك. حاضر كي كنجيك قولي لي كي كنجيك. وهضر انا دحس كي كنجيك لا واش زوين واش خايب واش شي واحد انتيليجون كي كنجيك؟ لا لا زوين حلف بالله حلف بالله ومسخوط انا وخلينا نتزوج انا دحس اقسم بالله الا المغاربه كاملين كيتسناو العرس ديالي بيني وبينك. المغرب القديم شي عرس دوي ودابا دابا نسيتي قبيله شنو كتقول؟ قالت لك راه ديك الدري باغي غير البوز راه بنادم قالها لي شكون؟ شنو قالت؟ حريوه 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 قالت ديك الدري باغي غير البوز. دابا بيني وبينك انا دحس دابا انا كانت الشهره اللي عندي اش من بوز كنقلب عليه؟ واش عرفت شنو هو الزواج؟ الزواج هو العمر نكمل حياتي معاك. واش عرفت هاد القضيه ما عرفتهاش؟ اذا شنو هو البوس في هاد القضيه هادي كامل؟ رشيد حشومه عليك اجي انا سحرانيك علاش كطلع فينا ما انا بالك كتقول واش هذا سحر ولا ما نعرف؟ انا ماشي كنقول ندى حس ندى نقول ندى ماشي كنقول ندى ساحره ليا فاشنو كنقول؟ كنقول ندى وقيل هذا سحور. راه كاين فرق بين الاتهام وكاين الفرق بين النظريه. وقيل سحور من ناس سحور وشنو هادشي اللي كنحس من جيتك؟ يلا نعطيك انت تجاوبيني هادشي اللي كنحس من جيتك. سمعي 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 غنغني لك واحد الاغنيه واحد المقطع بسيط وسمعي. لا 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 وهادي كنتي بيديا وخليتيني والله ما عندي معنى بلا بلا ملي كنشوفك تضحكي كنحس بواحد السعادة اقسم بالله العلي العظيم. شتي انا دابا كنهضر غير وانت كتضحكي انت قلتي لي هادشي شوفي هادشي غير مازال ما تلاقينا ابار الى تلاقينا تولي ديما ضحكة ما عمر الدم غادي يطلع لك معايا انايا اقسم بالله العلي العظيم انا قدام غادي نكون في وقدام الملاء غادي يكون سباب نادي حاسيني قرب ليا حتى شي واحد. دابا كي كنجيك دابا قلتي واحد الكلمه قلقتيني قبيله قلتي واحد مريح في القهوه الشمور شنو اللي قال لك انا الشمور؟ اما دويت عليك انت فهمتيني دابا ودويت انا من دويت عليك انت وراه علاش كل اللي كيدير انا اللايفات الاكثريه كنديرها في القهوه القهوه يعني كنريح في هذيك الساعه ساعتين يعني انا قلت واقيلا قصدتيني انا ماشي مشكل. دابا انا انت غتجي لاكادير علاش 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 راه العدو كيتسنى تيمرقي انا عندي شي خدمه غدا ان شاء الله في اكادير ولكن غادي نمشي ونجي حتى مره اخرى ان شاء الله. لا نادى 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 ضروري تشوفيني بغيت نشوفك ضروري عافاك ان شاء الله عافاك باردون باردون موانا ان شاء الله ان شاء الله دابا فرحيني دابا تخليني قدام ما غاديش تديني الناس باغي نشوف باش عارف الشخصيه ديال نزار هو ديك الشخصيه اللي كيبان في السوشيال ميديا. انا بغيتك تعرفي ديك الشخصيه ديال نزار ما عندها حتى شي علاقه بديك الشخصيه ديال السوشيال ميديا. هذا هو الهدف انا اللي بغيت نوضح لك. دابا انت كتسحبي بانني انا احمق وانا هبيل وانا الحقيقه راه ماشي هي هذا الشيء كامل كنديرو على قولك. يعني هذا البوز هو التخربيق الخاوي هذا البوز يعني بحال كنتي جا غير على الله ما كنتش متوقع غادي يجي شي نهار. يعني تحديت من اللي اصلا كانت عندي واحد العداوه بيني وبينهم من شحال هذا دخلت انت في المعمى ما عرفتش هادشي كيفاش تكبر اما المشاهدات كنضربهم ابار داكشي واش فهمتيني واش بدات ولا تضحيه على قبلك. دابا شنو قلتي انا اللي حاسي اللي حاسي شنو قلتي غادي نتلاقاو غدا عافاك عافاك كنترشاك 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 عافاك انا كنطلبك قالك سميرة كنطلب منك الزواج ها سميرة انا بغيتك انت واش فراسك صاحبتي انا غنفضح. المهم مع كل احتراماتي لها بلا ما نسميها ضارب معها 5 سنين مسوق لها الحمد لله بخير وعلى خير وخليتها على قبلك نسيها. اذا هنا نحس واش هادشي تضحيه ولا ماشي تضحيه؟
علاش ديتك رشيد؟ قتلك بلاتي عليك. وانت كتجبدي رشيد قدامي، ما خفتي ما كتقولي رشيد قدامي واش دابا انت كتحشمي ولا ما كتحشميش؟ الله يهديك. شو بيني وبينك؟ كيفاش اش بيني وبينك؟ انا حاسس في راسك كنشوف انا الماضي ديالي، الماضي ديالي كنشوفو انا، واش في راسك؟ انا مستقبلك كل دابا مريحين انا وياك وكنتفرجوا فينا وكنضحكوا على ريوسنا. الله يهديك انا دحس. اقسم بالله العلي العظيم ماشي انا داك الشخص اللي واخده في عقلك، انا الشخص اللي غادي يوفر لك جميع الاحتياجات الخاصيه ديالك. انا كنبغيك وكنموت عليك وما كايناش شي قوه اللي غادي تاخذ من عندك. كنت ديك الطواليت سكت وفين كتسجل وضرب لي السجل وانا كنهلق بلا دحسي، نموت على قبلك انا دحسي، ما كايناش شي قوه اللي غادي تديك وانا دحسي وعباد الله وانا دحسي وكنموت عليك انا دحسي، كنموت عليك انا دحسي. ضحكي ضحكي انا دحسي فرحان، راه عندي العيد دابا ما نكذبش عليك، والله عندي العيد. اما كرهت انا دابا والجيران كاملين يفيقوا، عرفتي شنو اللي حسيت تهضر معايا زار وتضحك لي وتفرح لي وتلقى ديك الابتسامه العريضه، راه شي حاجه راه لا تتصور. انا دحس دابا شوفي غير كتشوفي فيه وكتضحكي، وما بالك الا كملنا انا وياك ما غاديش فيه شي حاجه اللي غتبكيك، اقسم بالله العلي العظيم. غير جربي دابا شحال في عمرك انا دحس؟ قولي لي يلاه اش ديالك؟ 22 باقا صغيره، باقا صغيره. قولي لي انا بروش يلاه 22 وحق ربي العريض. انا عارف الكونيكسيون غتكون ثقيله، هذاك الولد ديال الدار كتسميني دابا مزيان وين شويه كتقطع لا بلاتي زين ديالي بلاتي دابا مزيان. شوف واحد قال لك حيدي سحور للسيد وتقص امك وتقص امك وتصدق راسك او هذاك الفلوس ديال الشجره كنكون رجولي فهمتيني، يعني اليوم بغاشيني بمعنى الكلمه، راه ما تيقش راسي انا واش كنهضر مع الناس. يا ربي نكون ما كنحلمش يا ربي دابا مزيان مزيان كاينه بلاصتي حداك هنا اقسم بالله العلي العظيم دابا مزيان. لا ما مش دابا مزيان هنا لا لا دابا مزيان هنا شوفي مزيان دابا شويه شويه صافي. المهم الا كان الصوت مسموع فراه ماشي مشكل، الصوره يعني ماشي مشكل، الصوت مسموع ولا ما مسموعش؟ ايه هذا ديال الوقت اش الظهر هذا اش الظهر هذا الظهر ديال الموكي ديالك ملتي دوماج جلوي في تقريبا نعل ديال الوقت شعر نقدر نقول الله ينعل ديال الوقت نعل ديال الوقت. المهم غادي نشارجي كارت جيواني معاكم، الويفي ديال اتصالات المغرب كتشارجي مكي باغي نخسر الهضره ولكن لا قبل ندي حسي ما نخسرش الهضره. الزهر ديال مو كيدير الزهر ديال مو كيدير الزهر ديال مو كيدير نعل ديال الوقت شحال ولا كنحلم بهاد النهار وفي الاخر مشى كلشي. هذا هو الزهر، هذا هو الزهر ديال مو منحوس، ما كنتش شي واحد الزهر ديال مو منحوس، هذا هو الزهر المنحوس. مع طلعت ندى حسي ما كونيكسيون درت هاد البلان هذا كامل، انا ديك كنتعصب ملي كنتعصب كنولي ندخل نخرج في الهضره.
زردي المقدر، زردي المقدر. الزين والزين. الزين الو الو بلاش بلاش الزين هذا هذا خريج من الشط الو بلاش والو بغيت ماي عطيت قح الصوره شوف قبل لي لاكارت قح الصوره المهم سمحي لي انا اذا حسيت انا كنت معود باش نبقى انا وياك الكونيكسيون تقال الكونيكسيون ديما تقال ما عرفتش انا الكونيكسيون علاش دارت بحال هكا ما فهمتش ما طلعت من الحب ديال حياتي عاد تقال فيها الكونيكسيون الزهر ما عنديش الكونيكسيون ما عنديش فيها الزهر شو انت سادين ماشي واش انا تغلبني كرد جي الله يهديك اصاحبي واش نشارج الله يهديك اصاحبي انا ديما مشارجي انا اش الزهر اش الزهر اش الزهر وازدين راك طالع معنا دا حاسي يا زدين طالع معنا دا حاسي الله يهديك ولكن يقصد شو اش دارت معاك انا اليوم غادي نهرس التليفون هذا اليوم غنهرس انا البواطه ديالي وفي غنهرسها ما عنديش مشكل غنهرسها وربي كبير نزارك لاباس كنت طالع معنا دا حاسي يا صاحبي فراسك ولا ما فراسكش لا لا شفت يلا طلع لي اللايف وراك طالع معنا دا حاسي وكنت خدام بكارتجي شوية ملي سالت لي كارتجي ياك ما كنتش متوقع كاع واش انا مشارجي درت الواي فاي دا حاسي طلع لي الدم يتحيد واش طلعت معاك هي ولا مازال عبد الحق عبد الحق انا غدا غادي نطالك صافي نطالك بالدوبل شنو؟ شفتك تصور الله يحفظك لي صيفط لي دابا فين هي هذا فين هي واش كاين هنا وانا كنت طالع ورا شي 10 دقائق وانا كنهضر انا وياه واقيلا ريكورد او اللايف يعني شي 10 دقائق وانا كنهضر انا وياه فاشنو مشطره سالت لي الكونيكسيون درت الواي فاي السيده بانت لها الطشاش بحال هكا يتقطع ولكن ما نكذبش عليك عز الدين عندها شي هوينات وشي ضحك اقسم بالله العلي العظيم عرفتي لي اول مره في الحياه ديالي كنشوف انا بحال ديك الوجه صوت انت يا صاحبي وحق الرب ندى حاسي اللي كنت كتشوف هذا اللايف غادي نشارجي دابا وغادي نعاود نهضر انا وياك وغادي نوضحوا بعض الامور وغادي نرد غادي نردوا على داك خونا راه بزاف ديال الامور انا راه ما قلتهمش راه بديت دابا بديت كنتعنب عليها دابا ملي طلعت بديت كنتعنب عليها بديت كنقول لها ندى حاسي كنبغيك هكا ونسيت انا داك الشيء اللي كنت بغيت نقول لها نسيتو ما تعنبش عليها صاحبي جي هاني شي واش تبغي تزوج بها محمد الرباطي محمد الرباطي ما تصحيش عليا الله يرحمك بها الوالدين ما تصحيش عليا راه داير دابا اللايف مع كل احتراماتي ليك ما تصونيش عليا راه داير دابا اللايف ما وخاتي الزوينين كل الناس المهم اللي باغي الزواج ديالي بنادا حاسه راه الحمد لله ربي كنت مسكين حتى كنت ممكن ولقيت الوفي دار بلان اذا في هذه الحاله هذه انا راه ما عليا والو الوفي هو اللي دار بلان انا راه ما عليا حتى شي حاجه انايا بنادا حاسي غتعاودي تطلعي وربي كبير غتعاودي تطلعي وربي كبير هادو قال يلا يلا ابو ازار هاي مسادك شن طاهر اخوي ورده وهذا اخوتي ما نسوش ليه طاهر الله يهديه قسمه قسمه
أزدين هبط راسك أزدين هبط راسك. المهم احنا غادي نشارجيو كونيكسيون غادي نعاودو نطلعو لهدا حسن بلاتي بوان فينا بلاتي قوة بلاتي غير ما تمشيوش غير ما تمشيوش. مش انا طالع لا دابا شنو واقع وراك من الصباح وانت طالع راه بغيت نهبطك ما بغيتيش تهبط ليا هاد العالم هادي تكوينسات راه صاحبي الله انا نايض من النعاس انا صاحبي وانا من الصباح وانا طالع هابط طالع هابط هبطنا يا صاحبي هبطنا يا صاحبي الزهر كيدير الزهر كيدير صبرا كنشوف هبطنا خليو شي الحب يتحكم فيكم. احنا غادي نشارجيو دابا كارتجي او غادي يصيفط عليه واحد خونا وديك الساعه غادي نعاودو نطلعو نبعث جوج دقايق غتوصلني بلاتي ما غاديش نخلي الحب ديالي من جيت ندحس غادي نرجع غير للور بلاتي دير اول اوني زار بلاتي محسن بلاتي بلاتي نجاوب محسن بلاتي هو محسن غادي يصيفط عليه محسن غادي يصيفط عليه واش هذا حب ولا شنو الخوت دابا ولي كنصرب بحال هكا واش هذا حب ولا شنو هضره كنعتبره انا شي حاجه اكثر من الحب بلاتي 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 باردون مون باردون مون اني زارت كونسونطرا بلاتي بلاتي غير بقاو غير بقاو دابا دابا غادي يطلع داك الشيء ما وصلني ولا محسن ما وصلني ولا محسن لحالتي مسخط الوالدين عمي تسحب شي انا الزهر عندي ديال المعوج تاع هاد الدرجات والله العظيم حتى واخا تكون خرجي الكارجي قبل ورا كاع ما توقعتش انا واش غنطلع معانا دا حسي راه ما عمرني توقعت اني غنطلع معانا دا حسي الله يهديك راه دا حسي طلعت غير بالخلق داير اللايف كرب حتى كنشوف دا حسي طلعت معايا في اللايف اذا انا ما تسحبش انا واش دا حسي دابا انت شنو عجبك فهاد دا حسي قول لي شنو عجبك لا زدين مادام لا مادام لا شكونوا فاهمين كنهضر معاك وجاوبنا قولنا شنو عجبك فيها وراك كنت شتي اللايف راه اللايف غادي يبقى ما غيتحيدش يعني بغيت نحيد ماشي مشكل غتشوف ديك الزين اللي عندها ماشي عادي فهمتيني يعني ديك الروح اللي عندها شي حاجه راه بلاتي وصيفتيها ليا محسن ولا ما صيفتيهاش ليا راه ندى حسي راه غتنعس الوحده دابا واش ندى حسي تبقى فايقه صافي وصلتني ندى حسي
هاي دابا غادي يطلع بلاتي يلا طاقيو لينا دحس طاقيو لينا دحس طاقيو نكونسونطراو داك الشيء نستيكو أزدين هبط هبط أزدين هبط أزدين أزدين هبط وهبط أزدين هبط بغيت نطلع أنا دحس يا بط وأزدين راه ما بغيتش يهبط لي الله يحفظك أزدين المهم سمح لينا بزاف أزدين سمح لينا يلا أنا دحس باني يلا يلا سربي سربي أنا دحس باش نطح بعض الأمور يلا يلا المهم الخوت اللي بان ليه لي كومونتير ديالنا دا حسي يقولها ليه بلاتي فلاش بقاي معايا انا دا حسي ما عندك فين تمشي طيب بلاتي ندير الفلاش ديال التليفون ولا لا حنا اليوم غادي نوضحوا بعض الامور غنحيدوا الضحك وغادي نحيدوا داكشي هاد السيده هادي طاحت في بزاف ديال المشاكل بلاتي ندير الفلاش هاد السيده هادي طاحت في بزاف ديال المشاكل علاش يعني بلاتي ندير الفلاش باش نبان مزيان من نهار طلبت منها الزواج خرج بزاف ديال الناس كيقولوا لها حتى هما باغيين يتزوجوا بها وبزاف ديال الناس يعني كيتبعوك يقولوا لها واني زار واني زار انا كنقولها لكم من هذا المنبر يعني راه هي دابا قدامي انا ونادى حسي ما بيناتنا حتى شي علاقه وما عمرنا هضرنا كانت شي نده ولا ما كايناش فرحتي دابا هو راه كتقول الحقيقه ماشي مشكل هذاك خونا اللي رد في الشوف تي في اللي سماني انا وسماك انت شنو الراي ديالك فيه نتابعو قضائيا انت قلت شي حوايج لا لا واش فري واش فري بلا تبل تبل باش الناس يعرفوا واش فري انت كنتي كتعرفيه ولا ما عمرك عرفتي انا كنعرفوش واش منيت دابا انت راه كنعرفك لا 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 لا, لا شوف ما تقارنينيش انا بينو بين هذاك انا كنعرف حتى واحد كنعرف ماشي مشكله لا ماشي مشكله لا هذاك لا انا باغي نركب على الموجه انا غنقولها لك السيد قال لك باغي يتحداني انا قال لك على قبلك انت على اساس انت لعبه غادي نضربوا عليها واش فهمتيني حنا وضحنا ليه بانك انت راه ماشي لعبه اي واحد غادي يركب على الموجه ديالك ندى حس راه واحد الانسان اللي صراحه انت هي عنده مشاعر حتى هي عنده الحياه الشخصيه ديالها الا جيتي انت باغي تركب على الموجه ديالها ففكر بان ديك الانسان راه غتسبب لها بزاف ديال المعاناه واش فهمتيني ندى حس انا بغيتيني ما بقيتش ندوي عليك مصيبه هادي واش كونيكسيون عندي ولا عند ندى حسن ندى واش كونيكسيون عندي ولا عندك دابا انا ما عرفتش اش البروبليم مني انا ولا من ندى ما فهمتش ندى واش كتسمعيني كتسمعيني ندى بلاتي يمكن واقيلا البروبليم عندك ماشي عندي انا كتسمعيني دابا مزيان المهم انا راه ما كنسمعكش المهم انا كنقول لكم اش من بركه من الحيس الله ينعس الشيطان اش من الحيس السيده طاحت في مشاكل ومن حقنا حنا نوضحوها لعباد الله من حقنا حنا نقول للناس اشنو كاين المهم واش كتشوفوني انا مزيان الا كنتي كتشوفوني انا مزيان قولوا لي باش نعرف بان البروبليم ماشي من عندي انا المهم من هذا غدرات مارشه الزهر ديال الكونيكسيون والله ما فهمتها بالله كيتفهم والو انا فهمت شي والله المهم طلعت معايا ندى حسي باش الهدف ديالي انا من هادشي كامل باش نوضحوا للناس بان المهم عز الدين انا راه تيقتك انت راك عارفني كنتيق فيك بلاتي المهم راه وضحنا للناس بان ندى حسي يعني راه ما عمرها هضرات معايا وما عندها حتى شي علاقه بيا انايا وداك خونا غادي تتابع ولا بغيت نتاعو حتى انا غادي نتابع المهم لانه طغى لواحد الدرجه ما تتصورش فاشنو مشى قال مشى قال بانه بينه وبين ندى حسي علاقه قديمه وبعد سنطروا على قبلها وهذه مادي على اساس راه ما كاينش القانون واش فهمتيني حنا غادي نشوفو وليدي فين غيخرج ليك هادشي زيد تحداني سالي ليك انا باش نتحداك سير صاحبي واش كيتسحب لك كلشي ما عندهم ما يدار بحالك راه بنادم عندهم ما يدار بنادم راه خدام بنادم راه مديرونجي
صيفطت لي ندى حسي صيفطت لي الروشارج. شكرا ندى حسي على الروشارج اللي صيفطتي لي. باش تعرف واك تبغيني ليش. او سي دوماج يعني ندى حسي طلعت معي في هذا الوقت اللي صراحه ما نكذبش عليكم لا كونيكسيون زينه لا حاله زينه لا حتى شي حاجه. ما تبقاش تطاقي ولي هذيك الملولي ما تطاقيوش لي الله يرحم بها الوالدين. ما عندي ما ندير انا بالملولي فوتوا علينا الملولي دارت فيا صداقه. صادرينا سند سند دابا غنطلع شي واحد ما غاديش يبغي يهبط راسو وغنصدق انا وياه وغنصدق محيد اللايف على والو. عرفتي اليوم ما نكذبش عليكم اليوم انا اسعد واحد في هذه الدنيا. علاش انا نقول لكم علاش طلعت معايا ندى حسي يعني باش طلع ندى حسي لا تبقى المهم ندى حسي وقت ما بغيت تطلعي معايا مرحبا الف الف مرحبا. يعني باش نطلع ندى حسي خاصك تكون انت هو الطوب. ندى حسي ندى حسي شكرا ميرسي ميرسي بزاف. انا وضحت لك اشنو كاين يعني وقلت لك بانني ما كنتش كنهضر معك من شحال هذه. بزاف ديال الناس كيتسحب لهم بانني انا عندي علاقه مع ندى حسي. ندى حسي ما عندي بها حتى شي علاقه ولكن معجب بها وكنبغيها بزاف. باش نوضح لكم هذه القضيه. المهم هاد السيده اللي قلت المهم مزيان ملي رفضت مزيان ملي رفضت انا كنت كنسحب لي ندى حسي يدير غير فوكون عز الدين انا غنطلعك ولكن ملي نقول لك نزل نزل ماشي. يلا بلاتي يلا بلاتي بلاتي. المهم خلاصه من هادشي كامل وغنحيدو الطريش وغنحيدو الضحك. ندى حسي راه ما عمرها كانت عندها شي علاقه معايا انا. ما تبقاوش تمشيو عندو تقولوا ندى حسي سيري عند نزار غد. اه انا باغي نتزوج بندى حسي اه ولكن بالموافقه ديالها. ما تبقاوش تضغطوا عليها الضغط يعني يولد الانفجار. انا السيده كتخلوها تحقد عليا بواحد الطريقه يعني غير مباشره. انا السيده يعني اش غنقول لك يعني كاينه في الدومين ديالها وعندها الخدمه ديالها وعندها المسائل ديالها. كتجي نتوما كتبقاو تشارجيوها عليا نزار تزوجي بنزار وانا اللي باغي الزواج ديالي بيني وبينها. نتوما مالكم واش باغيين نضحكوا؟ حنا راه ما واخدينش هادشي على اساس الضحك حنا واخدين هادشي على اساس المعقول. انا دابا كنقول لك انا تحسي اي واحد طلب الزواج بيك سيري رفعي بيه ديكلاراسيون. نقول لك بحال داك الطنجاوي اللي ماشي راجل بلا ما نسميه رفعي بيه ديكلاراسيون رفعي بيه ديكلاراسيون. ما نسميكش لان بزاف عليك الرجوله فهمتيني ماشي مشكل. تحياتي اخويا محسن ديديكاس ليك يعني شكرا على الروشارج. بعد اول حاجه غدا ان شاء الله راه غادي نردها لك ولا اكيد يعني راه ما كناخذش حاجه مش ديالي. وفين عز الدين نزار نزار نعم دير لي ديديكاس دير لي ديديكاس. ورا قلت لك عز الدين ديديكاس عز الدين الطباخ راه هو اللي كان معايا ملي تحديت الملولي. ما قبلش التحدي ديالي يا صاحبين بلاتي بلاتي تبحث كاينه هاد الضجه هادي تتبرد واحد شويه. دابا الناس يعني يعني اش غنقول لك كيقولوا لي راه موجوج درام دار مع الملولي وانت ما درتي معاه والو. نقول لهم يا ودي راه داك موجوج درام راه كندير بروتيج هذيك كومبا. حنا كنا دايرين غير سبارينغ. راه كاين الفرق بين سبارينغ وكاين الفرق بين الكومبا. الكومبا يعني بالبروتيج يعني المسائل اللي قالت يعني ما غاديش تقصح من شي بلاصه. وصاحبي حنا كاينين في البحر ودايرين غير دايرين غير ما فيش شرح لي الخوت. دابا نزار نزار مسكين دابا هو غير درويش ولا عمرها دارهم راه الدراري عارفينو كاملين. ولكن المشكل اللي دار الملولي ان نزار حيد اللي قالت مشى ضربه في داك الاخر وقول لي حولها لي كومبا. حنا كنا دايرين سبارينغ راه اللي ما كيعرفش شنو هي سبارينغ هي تيستيني والتيستي. وحولها لي كومبا
يعني حنا ديك الساعه مخلصين لا وثائق لا وراق، غادي نضربوا غادي يجي على راسو، حنا دبرنا على الحبس فابور. هادشي اللي بغيت نوضح ليهم، راكو كان شي كومبا بالبروتيج بالبروتيج والمسائل، راه ما غاديش نرجع للور. راه هادشي اللي بغيت نوضح لعباد الله، ريكوردي وهاد الفيديو هذا ولوحوه في القنوات. انا دابا حسي كاينه، صبر صبر صبر، شوف واش نهضر حسي. هذه اللي صيفطات لك لا يمكن الاستضافه من واحد ضيوف فقط، ما فهمتش باش عرفتي يا عرفت الله ما عرفت. المهم باش عرفتي باش عرفتي اطلع لي شي كومونتير انا صاحبي ما عرفت واش ندير ولا. المهم شوف الكومونتير، انت شوف الكومونتير صح، راه غير كيطاقيو نادا حسن، غير كيطاقيو، راه ماشي نادا حسن بحال هذيك. الا طلعت روبوز عرف بان شي واحد راه مطاقي نادا حسن ورا صرخك. وانت اش مسلخني من الاول؟ انت من الاول واقيلا هو بوده ديالكم، انت اش مسلخني من الاول؟ شوف بلا ما تخلوني نعير عفاك. شوف شوف خوت خوت، راه الملولي راه ماشي مقاتل ولا لا علاقه له بالقتال، راه شفتو داك الدري راه غير عادي وسلخو يعني بلا ما تبقاو. راه نزار كون لا وقول عليهم نزار ما خوت نزار، اقسم بالله كون دخل عليه غير بجوج كروشيات والله طيح. ونديرو بعدا البروتيج يا زدي، ونديرو غير البروتيج المسائف وما تكونش في البحر بعدا. وصاحبي وصاحبي ديك الساعه الرمل عامره بالحجر، غيطيح شي واحد فينا على راسو. احنا دبرنا على الحبس فابور، واش كون درنا في لاصه غنديروا ديك المهزله؟ راه ماشي كومبا هذيك، راه مهزله. واصلا داكشي ماشي قانوني بعدا، خسر اش تقدر اي واحد توقع لي اي حاجه يموت. قول يمشي شوف الخوت، اسمع 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 اسمع، اي واحد تقدر توقع ليه شي سكته قلبيه شي لعيبه بحال هكا، كلشي يمشي للحبس، كلشي داك الاخر يمشي للحبس. وفين غادي نوليو ديك الساعه؟ بنادم بقى يخدم بعقله. انا بلاتي الملولي اش مشى قال لي بعد ما كان معنا دا حس، قال لي اجي تحداني كون راجل وهادي مالي. انا غنصدمك الملولي، يعني غتكون كومبا قانونيه، تتسالي انت وداك جوج درام والمسائل، المهم تسالي وداك الخلاف بيناتكم، لان حسابي بيني وبينك بوحدو. ملي غتسالي المسائل ديالك غادي نجي على الوعد ديالك، انت اللي قلتي لي، انت اللي طلبتي التحدي ماشي كوكو. لا لا عز الدين هبط، عز الدين عز الدين جاتني واحد. شوف 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 الخوض، غير شاف شاف ندى هو يقلب عليا. شفتو الخوض؟ شاف ندى هو يتقلب عليا. شوف الخوض شو كيدير. الله نزار بالك رديتي غير هضر غير هضر عز الدين. نادي حسي جاتها ابيل هادشي علاش قطعت. المهم كمل عز الدين، هضر بين ما جات نادي حسي. كما قلت لكم الخوت ما تبقاوش ديروا دوك التحديات الخاوين على والو، راه بنادم يقدر يضرب ويطيح يموت لك فيه. ولا عز الدين دابا النقطه اللي بغينا نوضحوا لهم، النقطه اللي بغينا نوضحوا لهم هو انه واش ديك الكومبا اللي دار معايا الملولي هي نفس ما طلعش فيها اللايف ديالك. قلت لي ندى حسي ما طلعش فيها اللايف ديالي. اللايف طالع اصاحبي ولا كيفاش هادشي؟ السلام عليكم. شنو هادشي؟ شنو وقع؟ شنو كيوقع دابا؟ شنو كيوقع اصاحبي؟ خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها وانا يزار. المهم شي حاجه ما نقدرش نقول هنا. كمل عز الدين. قال لك اللي تشفيت بلا، وقال لك كل حقار عنده الحقار ديالو. انا كنقولها لهم قولها لهم وقولها لهم، يعني بنادم كيتسحب. الا جات حاول تنزل، حاول تنزل عزيزي باش نطلع انا حسن بالموافقه ديالك اللي جات على خاطر. يلا زدين، يلا ندى حسن، ندى حسن يلا. يلا بلاتي انتظار. يلا ندى حسن، انا نزلت السيد على ودك باش نطلعك انت. يلا يلا سير بينا دحسي، نحيدك حسي واللي في ديك حسي ندى.
ناري اش هاد الفرحه هادي؟ شحال ما بقيت فرحت هاد الفرحه هادي ما نكذبش عليكم، ومده طويله بيني وبين هاد الفرحه هادي، نكذب عليكم والله القسم. شفت الشعر ديالي كيفاش داير؟ اش هاد العوينه؟ اش هاد الزهر هادي؟ اللي حس لقاتني في واحد الحاله اللي صراحه ما يعني بحكم اني خدام فهمتيني شي مشكل ماشي شي خدمه. بلاتي انا دابا بلاتي راه كنطلعك بلاتي راه كنطلعك راه انت اللي ما كتبغيش تطلعي بلاتي. يلا طلعي معنا انا دافك طلعي. وين هذا؟ وين هذا؟ مالكي؟ اضرب شويه اضرب شويه مالكي؟ مالي؟ قبيلك انك نهضروا خير وسلام حتى تقطعت لك الكونيكسيون. عندنا واحد الابيل تقطعت. نقول لك واحد نقول لك واحد الحاجه وتيقيني، تخيل راسي بحال مزوج معاك وجالسك تقول لي نزار طفيها فوق داك الضو سيري سيري دغيا، اقسم بالله العلي العظيم غير ما شوف غير ما تقلقيش، غير واحد القضيه يعني يعني فيما كنهضر انا وياك كنحس براسي بحال كنعرفك من شحال هادي. هذا هو السؤال المطروح بغيتك تجاوبيني عليه. علاش نجاوب كان؟ على حقاش انا ملي كنهضر معاك كنحس براسي بحال كنهضر معاك من شحال هادي. ايوا عادي حيت انا معروفه كنتي شفتني يوميا واحد الانسان اللي كتشوف ناري 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 على الهوينات ناري ناري على الهضره. ويلي 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 اقسم بالله العلي العظيم اللي قلت لك صاحبتي اللي ضرب معاها خمس سنين وما كنتش كنضرب معاها. ولا كان يزار واش ضربك شي جن باش تصرفيقه وما كملش عليك؟ ورا الجن الوحيد اللي ضربني عليك انت، واش انا عمرني هضرت مع شي بنت بهذه الطريقه اللي كنهضر معاك بها؟ وصاحبتي اللي ضرب معاها خمس سنين راه غتشوف هذا الفيديو هذا غتموت بالغير. نعم في راسك انا دحسي واش في راسك؟ اقسم بالله ما كذبت عليك يعني دريك ضرب معاها خمس سنين راه كنت كنهضر انا وياك. كيفاش كتلعب التعاليق ديال الناس؟ وكاع اللي طلعوا لك شبيك دير به شي تعليق ديال الناس بارك عليك التعليق ديالي انا. سمعني تخيلي معايا كانت بلوكياني راه كانت بلوكياني لواحد المده طويله بعد ما كدرت اول لايف لايف بيني وبينك حيدت لي بلوك قالت لي اشنو هذا الشيء بقيتي ترجعتي لها كيتسحب لها واش انا وياك كيتسحب لها واش انا وياك صافي راه تزوجنا بزاف ديال الامور. المهم المهم بغيت نقول لهاد الدريه هادي راه انا حاسس باقي حد الان انا راه ما تزوجتش بها باقي حد الان انا وياك بخطوه بخطوه فهمتيني باقي ما وصلتش ديك المرحله اني غنتزوج بها ولكن عما قريب ان شاء الله. كاينه ولا ما كايناش؟ ما كايناش. علاش ما غتكونش؟ قولي لي علاش ما غتكونش؟ ما كايناش. علاش علاش دابا شنو هي الحاجه اللي ما عجباتكش فيها؟ قولي لي علاش انا غنوفرها لك اقسم بالله العلي العظيم غنوفرها لك. يلا هضري معايا هضري معايا حتى انا غنجاوبك. ما بغيتش نتزوج. ما بغيتيش تزوجي تزوجي داكور. اذا ملي ما بغيتيش تزوجي مخلوعه من شي حاجه، اشنو هي الحاجه اللي مخلوعه منها اللي خلاتك انك ما تزوجيش؟ قولها لي انا غنفسرها لك. لا انا ما مخلوعه من شي حاجه ما بغيتش نتزوج وصافي. واش خفتيني زعما نغير لك عقلك ونخليك تبغيني نقول لك زعما ما تشوفيش بنتك ولا شي حاجه؟ بالعكس اقسم بالله العلي العظيم. لا الهضره كاع لا الدريه بحد ذاتها كيكون عقلها صغير فهمتيني ان فوا كتعلق بشي واحد ديك الواحد كيسيطر ليه على الدماغ ديالها شي انا بنتي كنعتبرها بحال بنتي اقسم بالله العلي العظيم كنقسم لك بالله العلي العظيم. يلا شنو قلتي؟ شنو قلتي انا؟ باش بنتي كنعتبرها بحال بنتي وعائلتي كامله كنعتبرها بحال عائلتي عافاك انا انا كنطلبك كنترجاك قدام هاد الناس اللي كيشاهدونا دابا ما ترديهاش في وجهي غير جربيني اشوفي جربيني واش انا راجل تجربه واش انت مسطي ماشي لقيتي مسطي انا متعلق بك لواحد الدرجه ما تصوريش. بزاف ديال الدريات ولا بزاف ديال النساء بحد ذاتهم كيتمنوا شي واحد اللي يكون شاد معاهم غير الخط فهمتيني ما يغدرهم ما يخونهم ما والو يكون خدام يخلي مراته في الدار يعيشوا ديك الحياه كيف ما كتمني. انا غتلاقي فيه داك الشيء. انت قلتي واحد الكلمه عجبتني على الملول عقلتي قلتي انا كيعجبني غير الواحد يكون غير راجل ما يكون لا صحيح ولا حتى شي حاجه. انا مجموع فيا كلشي مجموع فيا الصحه مجموع فيا الهضره الطريقه ديال الهضره يعني يعني اي حاجه اي اش نقول لك شي داك الشخص اللي كتمناه مليون الف بنت فيا انايا. اذا شنو هي الحاجه اللي مخليك انك ما تزوجيش بيا؟ ندى جاوبيني ردي عليا ندى يعني اي حاجه اي كتسجلي صوتي ياك؟ لا انا رتيت اللايف هنايا. ندى نقول لك واحد القضيه نقول لك واحد القضيه ندى اللي بغيتي ديريها ليا ديريها ليا انا ماشي مشكل انا اقسم بالله الا تيق فيك حق الله الا تيق فيك واحد الثقه عمياء
أنا ذا ما كنسمعك. أقسم بالله إلا كنبغيك، أقسم بالله إلا كنبغيك أنا ذا، أنا ذا أقسم بالله. شوف لي في عينيا، لا تقولي أنني كنمثل، أنت شوف لي في عينيا وحللني مزيان وشوفني واش كنديرها بالعين ولا ما كنديرهاش بالعين. قولي لي شي كلمه اللي غتخليني نرتاح. انا دابا كنهضر بهاد الطريقه هادي وما عرفتش، وما عرفتش واش انا هادو ولا ماشي انا هادو. نادا قولي شي كلمه، خرجي كلمه من فمك، ما ديريش ليا بحال هكا. فين مشيتي انا دابا؟ فين مشيتي انا؟ مشيتي انا دابا؟ نادى فين مشيتي؟ مشيتي انا دا. جاتني واحد المكالمه. كديري لي شي حاجه لك؟ واش كندير لك؟ طيحيني في الشفخ. شنو باغي ديري لي؟ بحال هذاك اللي واحد المره كان قال لك درتي معاه باش تلاقي فيا في الرباط وشي لي البوليس. شوف انا نقولك واحد الهضره، غنبغي نجيب لك البوليس غنجيبهم لك حتى لداركم. هذا باش تكون في بالك. ندى واش انا كندير هادشي اللي كنديرو؟ عاد بالك، عاد بالك غلط. يلا جاوبيني، هادشي اللي كندير على قبلك عاد بالك غلط اللي كندير؟ واش نقول لك اني زرا؟ انت اللي كتحس بداكشي اللي كتحس بيه، راه واحد ما كيحس معاك. نطقيو هضري. واش غنقول؟ علاش ما كت... علاش ما كتبادلينيش نفس الاحساس؟ ايوا انا راه كيبقى فيا الحال ملي كنهضر انا بهذه الطريقه هذه، وكتبان لي انت كتهضري عاديه، يعني ما كيتحرك فيك والو، بحال ما تحرك فيك حتى شي حاجه. بكي حتى انت، انا بغيتك تبكي. بغيتيني نبكي؟ ما تضحكيش انا، راه ملي كتضحكي راه كنحس براسي بحال غير كتشفي فيا. والله ما داير انا بحال هكا انا، اقسم بالله العلي العظيم. علاش كتبقى تقول واش دايره لي شي حاجه؟ ما بغاش تفهم لي انا اش غندير لك. غير فهميني، غير فهميني، انا راه ما نديرش بحال هكا. شو ولا تجي تهضر معايا فاس وراه؟ علاش كتقول لي واش دايره لي شي حاجه؟ وكاد الناس كيسحب لهم انا الساحره، وعلاش غنسحر لك انا نزار؟ وشنو هادشي؟ شنو هادشي؟ واش كاين شي واحد دابا كيبغي يطيح من قيمته قدام الناس؟ راه الكرامه هذيك انا، راه اغلى اغلى ما عندي ضحيت بها على قبلك هي الكرامه ديالي. اما كنصون ولا جاتها ابي كتسمعيني هنا ندى؟ ندى فينك؟ ندى فينك؟ المهم ندى راجع ابيل ملي صار لك هادشي قولها لي باش نعاود نطلعك. ندى عافاك ما تمشيش يا ندى، ما تمشيش. انت غير تسمتي ليا، غير تسمتي تكونسونطري. انا عارفك ما درتي ليا والو، ما سحرتي ليا ما حتى شي حاجه، ولكن شنو هي الحاجه اللي كنحس من جهتك؟ ما كنسمعكش انا، ما كنسمعكش. عاودي خرجي ودخلي، ما كنسمعكش مزيان. انا الحمد لله من عرفت في العمر ديالك 22 عام، انا راه كبر منك، اذا انا راه عقل عليك، راه ما كنسمعكش انا دا. لا انا ولا الناس كاملين. انا غنعاود نطلعك.
دابا مزيان دابا مزيان دابا كنسمعك مزيان. احنا دا حبيبه ديالي ما تقولش الحبيبه ديالي حيت اسمعني اسمعني خصك تعرف بدا انا عندي واحد الشخص في حياتي. شكون هو؟ ايوا شنو هذا اللي عندك في حياتك؟ شكون؟ ما معروفش. كيفاش ما معروفش؟ كنتي قلتي لي ما كتفكرش في الزواج. ما كنفكرش في الزواج ولكن عندي واحد الشخص في حياتي. إذن كيفاش عندك شخص في حياتك؟ ما فهمتش. إذن إلا ما كنتيش غتزوجي علاش غديري شخص في حياتك؟ وما عرفت من القدام نقدر نتزوج. كيفاش عرفتي علي؟ لا ما داكشي اللي بقى ديالي. ونادى صراحة صدمتيني. كيفاش يعني بحال الضربة القاضية هذه؟ أنا يعني كتقولي لي بحال هكدا عندي واحد الشخص في حياتي، بحال كتقولي لي مبقاش دوا عليا وسير فوتني عليك ونغبر من حياتك، هادشي اللي بغيتي توضحي لي ياك؟ شوف أنا راه الصراحة عندي واحد الشخص في حياتي. باش غيكون أحسن مني هذاك؟ ولا هو حقاش ماشي بحال نزار؟ ما كيتصرش بحال نزار. انا الا تصرفت بهذه الطريقه هذه فراه غير على قبلك، وهادشي بحد ذاته ولا تضحيه. انا كنضحي بالكرامه ديالي، ضحيت بوالدي، ضحيت باي حاجه على قبلك، وفي الاخر هادشي كامل غادي يمشي. لا انا ما طامع فيك ما والو، انا طامع غير نعيش معاك، باغي غير نعيش معاك. انا باغي نصرف من جيبي، باغيك تعيشي معايا. انا داكشي ديالك خليه عندك، اقسم بالله الا ما عمري طمعت في شي بنت. ونقول لك واحد القضيه، انا كنقولها امام الملأ بلاتي. انا شاد البوز اللي درت، انا كنتحدى من شي واحد، كنتحدى شي واحد قال لي نزار هاك هادي، وقلت ليه راه اي واحد كيتسحب لي واش انا محتاج المساعده؟ اش كنقول لي انا؟ ما محتاج انا حتى شي حاجه، الحمد لله بخير ولا خير، درسق الحمد لله بفلوس الحمد لله. ندى قولي شي كلمه اللي غتفرحني، قولي لي غير كذوب. انا قلت لك بحال هكا غير ما تبقاش تدو، باش ما تبقاش تدو عليا. واش انا كنكتب؟ يلا حلفي والله، قولي اقسم بالله الا كاين شي واحد في حياتي. وقسم بالله الا عندي واحد في حياتي. اللي هي ماماك وبنتك. واش ما بغيتيش تقبلها؟ واش انت دايره بك الاول والثاني والثالث مازال ما بغيتيش تجمعي راسك؟ نادى واش بغيتي ولاد الكلاب يديروها بك؟ ونادى الله يرحم لك بها الوالدين، راه واخا بعيده عليا يعني انا مريح هنايا وعقلي معاك انتيا. هاد الهضره هادي واخا تجيك تقدر تجيك ماشي منطقيه، ولكن الحب ديالي من جهتي كنبقى ديما نفكر فيك، كنبقى ديما شاد. دابا بيني وبينك تقاداو الدريات، انت اللي كتقولي لي انا باغي ندير البوز، تقاداو الدريات، ما بقات حتى شي بنت. علاش بالضبط انا اختاريت ندى حسن؟ سولي راسك السؤال ندى حسن. انا دابا كنقولها لك باش غادي نبرهن على الحب ديالي من جهتك. دابا بلاتي دابا قدام هاد الناس كاملين انا راه مجنون بالحب ديالي من جهتك. قولي لي شي حاجه نديرها على قبلك. دابا انا غادي نقولها نديرها، الا ما درتهاش عارفيني بانني انا غير كنكذب وغير كندير. شي حاجه نديرها على قبلك. يلا هنا دابا ما بقى يضحك، على الاقل واحد فينا اللي يبكي ماشي بجوج اللي يبكيو. قولي شي حاجه نديرها على قبلك. اش دير باش نبرهن على الحب ديالي من جهتك؟ يعني انا عارف دابا كنطيح الشخصيه ديالي منك، يعني كتقول واش هادي اللي غنكمل مع حياتي؟ حقاش انا عارف راسي بهذه الطريقه اللي كنهضر بها ما كنتش انا اصلا ندير بحال هكا. مي ماشي مشكل، اشنو بغيتيني ندير على قبلك؟ يلاه دابا باش نقدر نبرهن على الحب ديالي من جهتك، واش نمشي نلوح راسي من السطح؟ لا قولي لي ولا ما درتهاش انا كنتحدى الناس يقولوا لي نزار راك انت غير كذاب. جاء اتصال عاوتاني. بلاتي بقاي معايا انا، تبقاي بلاتي دابا انت بغيتي تجبد لي الصداع. المشكله هذيك اللي ضرب مع 5 سنين شدوا الفيديوهات اللي كنت كندير انا وياه من شحال هذه، وبداو كيلوحوني انا وياه في التيك توك. قالت لي دابا انا راه غادي الزواج والفيديوهات ديالي معاك. المهم ماشي مشكل بيني وبينك، تزوج هيك مع 5 سنين تزوج.
ولكن نزوج نضحك عليها نتزوج بها وعقلي معاك نسيها. اش بالك في هادشي؟ انا شحال في عمرك؟ احنا بدينا كندخل للمعقول. شحال غتعطيني؟ كوكو شحال في عمرك؟ حتى انا نقول لك شحال غتعطيني؟ ما عرفتش واش هادي مراهقه شتك ولا شنو؟ ما فهمتش دابا كطيحي.